حيت اغلبيه اللي تنبغيو نصاوبوا شي انيماسيون ولا شي حاجه ديما كنفكروا نصاوبوا شي فيلم اللي ديجا شايفينو عجبناه ولا شي حاجه هي. السلام عليكم، معكم انس الطون من مدينه مكناس، فنان شارع. تم التتويج ديالي في مهرجان مكناس لسينما التحريك في كام بالجائزه الكبرى لسينما التحريك عائشه. كانت فرصه مزيانه باش نزيد نخدم الفيلم ديالي ونوجدو العام الجاي ان شاء الله، وهذه فرصه زوينه اللي نتمناها لاي واحد في هذا المجال. هذا ديالي هو عباره عن قصه مصغره للحياه ديالي ولا الحياه ديال فنان شارع، كيفاش شنو هما المصاعب اللي كتلقى، شنو هما الطريق اللي كدوز منها، شنو هما الحوايج اللي كدوز منهم في المسار ديال فنان شارع.